السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العذراء، ولعل الجزء اللي ينطبق عليكم ما يكونش غير خير وتفاؤل وفرحه وهنا وسعاده، وفضل ربنا يجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض من تحسين ومن نصيب ومن تفاؤل ومن رزق حلو جدا على جميع الاوضاع بتاعتكم. يلا بينا بقى نشوف الفنجان هيقول لكم ايه من كل المواصفات اللي عندكم، وانزلوا باللايك وبالتعليق ويشجعوني، ونقول بسم الله الفتره دي. يلا بينا بقى نشوف فنجان برج العذراء. زي ما قلنا مع بعض، العذراء ما بيحبش الكذب، دايما صريح، بيحب الصراحة وما بيحبش يكذب ابدا. دايما ما بيعرفش يجامل، ما بيجملش حد، بيقول الصراحة ويقول ان هو ايه، لو ده وحش يقول وحش ولو حلو يقول صح وحش حلو. ما بيحبش ان هو يجامل ولا يعافر ولا يزود في الكلام. بدايما برج العذراء من الابراج اللي هي صريحة جدا، زي ما قلت لكم قلبه طيب وحنين جدا، بس عصبي، عصبي جدا، وعصبيته دي بتخلي الناس ان هي ايه ما تحبش تتعامل معاه، ما بتحبش تكلمه. من وقت للتاني بيكون مرتاح نفسيا، ومن وقت للتاني بيكون حياته لا قدر الله ما شاء فعل بعيد عنه. ما بيحبش الروتين، عشان لما هيلاقيك روتيني يومي يومي صدقني ممكن يقطع علاقته معاك وممكن يسيبك ويبعد عنك. برج العذراء من الابراج اللي هي عندها حاسه السادسه، اللي هي ممكن يحسوه بيحصل على طول، بس مشكلته ان هو ايه بيحتاج لبعض الوقت، بيحتاج لبعض الوقت. عندك انطلاقه جديده، عندك خبر حلو هيفرح بالك وهيسعدك وهيديك طاقة حلوة جدا انت ما كنتش متوقعها يا برج العذراء، بس انا عايزك تهدى وتسمع القراءة اللي هقولها لك دي، وتركز كويس جدا جدا في كل كلمة انا هقولها لك، عشان انت ممكن تكون محتاج تسمع كل كلمة مني، هتديك انطلاقة جديدة لشهر يوليو شهر 7. بص يا برج العذراء، برج العذراء انت هنا عندك نفور، مش طايق الشريك، مش طايق الاهل، مش طايق ناس معينة في حياتك، عندك نفور في حياتك يا برج العذراء. انفصلت بينك وبين الشريك، انت بعدت عنه، حصل عندك معاكسات او انعكاسات في حياتك، حاسس بالنحس، حاسس بالنحس، حاسس عندك ان انت عندك مشاكل كتير. ليه عندك مشاكل كتير يا برج العذراء؟ عندك خير، افرح افرح بإذن الله، عندك بشرة سارة، عندك خبر مهم، عندك بداية جديدة، عندك شراء أرض، شراء بيت، نقلة جديدة غير النقلات اللي انت في حياتك، الدوامة اللي انت فيها دي هتطلع، القلب اللي مظهر لك ده انت اطعنت واتغدرت واتصبت بخيبة الأمل من أقرب الناس ليك، صدقني القلب ده هيحسن من حظك وقلبك هيدق. برج العذراء داخل على خطوبة وعلى جواز، بيعافر وبيجاهد عشان يحصل على حب حياته. عندك فرحة بحب حياتك يا برج العذراء، ليك سنين وسنين بتعافر، عندك طاقة، عندك سنين وسنين بتعافر وعندك طاقة حلوة جدا. بص عندك طاقة حلوة وفيها خير وفيها رزق، هتدخل في طاقة جميلة انت يا برج العذراء الفترة اللي جاية. من وقت للتاني بقيت تعزل نفسك عن الناس، وبقيت عايز تفضل مع وحدك كده. برج العذراء من فترة كشف واخد علاج على الصداع وعلى الالم اللي في المعدة، عندك كسلان غير طبيعي من وقت للتاني، عندك طاقة سحر ملخبطة حياتك وعامله لك تراجع من اقرب الناس ليك، من اقرب الناس ليك. شايفة ان عندك خبر حلو الايام اللي جاية شهر يوليو، عندك خبر حلو العيد ان شاء الله باذن الله هيبقى عندك خبر حلو، عندك خطوبة جميلة، عندك انتصار بحب حياتك او انتصار على اعدائك، بس الاحسن ان انت تتخلص من الطاقة السلبية، تتخلص من الطاقة السلبية. مين البومتين اللي عندك في حياتك يا عذراء؟ اختك ولا قريبتك ولا بنت عمك؟ مين بالظبط؟ ولا جيرانك؟
عندك عندك بومتين في حياتك بيجددوا لك طاقة سحر، يعني بيكرهوك مش بيحبوا لك الخير ولا عايزينك تبقى حاسس ان انت مبسوط. من فترة البيبان اتقفلت في وشك، هتتفتح بإذن الله بفضل ربنا، البيبان دي هترجع تتفتح تاني وهترجع تحسن من أمورك وهتحسن من تصرفاتك. شايفة انه في حياتك العملية عندك تحسن، عندك تحسن في حياتك العملية بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، بس تخلص من الطاقة السلبية عشان تخش في الطاقة الإيجابية اللي انت عايزها. برج العذراء لازم تحصن نفسك بنفسك، لازم تحصن نفسك بنفسك عشان خاطر تحاول ان انت تتخلص من كل المشاكل. الناس اللي ظلمتك وجات عليك دايما بتحزم فيها وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل. برج العذراء ما بيحبش العلاقات المزيفة ابدا، وما بيحبش الناس المنافقة تكون في حياته والناس اللي كذابة، ممكن يقطع علاقاته باي حد بيحس ان هو بيكذب عليه. برج العذراء عنده لغة العيون، بيفهم العيون، بيفهم الناس من عيونهم، وبيقدر ان هو بس دايما بيبقى اعمى في حاجات، برضو بيبقى اعمى في حاجات. عندك كمان مفاجأة حلوة، في حد بيخطط لك على مفاجأة حلوة، الشريك او حد معين في حياتك. وعندك انفراجة مادية، عندك انفراجة مادية بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج العذراء انت بتحاول تقطع علاقاتك مع بعض الناس، بتحاول تقطع علاقاتك مع بعض الناس. عندك خبر حمل او انت مستني خبر حمل، مستني خبر حمل، عندك حاجة هتفرحك وهتغير من نفسيتك بإذن الله. بلاش تكون دايما، بلاش تقول على نفسك انا دايما مظلوم، تفائل بالخير علشان تجده، تفائل بالخير عشان تجده. اوفي بالندر اللي عليك، اوفي بالندر اللي عليك. مين الشخص اللي انت مرتبط عليه، مرتبط بيه ارتباطا شديد، مرتبط بيه ارتباطا قوي، وحصل انطلاق، يعني ايه حصل عنده، قطع علاقته بيك فجأة او سابك فجأة او اذاك فجأة، الله اعلم، بس هو سابك فجأة كده من غير اي سبب. بإذن الله عندك خبر حلو، وعندك انطلاقة حلوة، وعندك فرحة، وعندك بداية جديدة وشراء بيت بإذن الله بفضل ربنا. عايزاك دايما تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتخلي عندك تفاؤل في حياتك. انت فشلت في حاجات، بس عندك بإذن الله ايام من الحاجة اللي انت فشلت فيها عندك تحسن. الدوامة اللي انت فيها دي ما تقلقش، هتطلع بيها بسبب المكالمة او بسبب الخبر اللي هيجيلك. المشكلة اللي في حياتك دي لحد الان بتعاني منها، على وشك ان هي تتشال، على وشك ان هي تروح. انت برج العذراء الناس حاسداك، شايفينك قوي، شايفين ان انت معاك، شايفين ان انت حريص، ان انت كذا 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 كذا، بس بالعكس انت العكس تماما، انت قلبك مجروح، قلبك مكسور، اتظلمت كتير، ومن كتر الظلم بقيت بنفسك تدور على عيشة مرتاحة. ما بتحبش الناس تظلم بعضها، بتحب دايما تقدم الخير. عندك واحدة ست في حياتك كبيرة اهي، الست دي دايما بتدعي لك بالخير، تدعي لك بالخير دايما، بتقول لك روح ربنا ينصرك، ربنا يجزيك خير على اللي انت بتعمله في حياتك. بس احذر من البومات اللي في حياتك اللي انا قلت لك عليها، البومتين اللي عاملين لك مشاكل وعاملين لك اذى. حصل عندك سرقه، انت يا برج العذراء حصل عندك سرقه في حياتك الفتره اللي فاتت، بس عندك تعويض من ربنا. نشوف فنجانك وجمال فنجانك بيدل على ايه. بص يا برج العذراء، بص يا برج العذراء، عايزك تخلي بالك من ابنك او من ابنك او من الاطفال اللي عندكم في حياتكم اللي انتوا بتحبوها، خلوا بالكم منها وكونوا حراسين. طب ايه دخول المحكمة اللي عندك يا برج العذراء؟ انت عندك قضية في المحكمة، عندك قضية في المحكمة، وعندك مواجهة ومقابلة. المواجهة والمقابلة دي هيكون عندك فيهم خير، عندك فيهم خير بإذن الله، وعندك رجوع حق. مين اللي أخذ حقك؟ هل ترى المحكمة دي هتكون فيها رجوع حقك؟ عندك رجوع حق يا برج العذراء، عندك رجوع حق،
والمواجهة دي اللي حصلت فيها عتاب او فيها لوم، الله اعلم. عندك مواجهة انت برج العذراء، احذر منها، واحذر من الناس اللي عمالة تدبر لك في حفرة، الناس اللي عمالة تدبر لك في حفرة وانت لا تعلم، ومتآمن للناس وبتديهم وبتحبهم. مش كل الناس زي ما مش كل الناس في وشك من وشك، يعني مش كل الناس في وشك كويسة يبقى من ظهرك كويسة، لأ يا برج العذراء، لأ خالص. كمان في ناس من قدامك بتحبك وبتتأمن لك وبص فيها كل الحاجات، بس من وراك حاجة مش كويسة خالص. حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي يأذي برج الى العذراء، علشان هو قلبه طيب. ست العذراء حكيمة جدا، طيبة جدا، ما تعرفش الخبث ولا اللقم، دايما اللي في ايدها مش ليها، بس حويطة حويطة شوية، بس هي ما تعرفش اللقم ولا الخبث، دايما بتحب الناس وبتود الناس، واللي في ايدها مش ليها، دايما حظها قليل وعندها مشاكل كتير. شايفة كمان انه في ناس ظلمتك وغدرت بيك، في ناس ظلمتك وغدرت بيك واكلت حقك، اكلت حقك يا برج العذراء، يعني عملت لك مشاكل، بس ما تقلقش عندك رجوع حق باذن الله. انت ما بتحبش تتكلم كتير يا برج العذراء، بتحب السكوت اكتر، ما بتحبش الكلام الكتير، بتحب السكوت اكتر. عندك كمان كذا حاجه ملخبطه لك حياتك، كذا حاجه ملخبطه حياتك. انت بتحب تعافر وتجاهد، ما بتحبش الجنيه يجيلك بسهولة، ما بتحبش الجنيه يجيلك بسهولة، لا بتحب تعافر وتجاهد، وبتحب ان انت ايه يعني ايه القرش يجيلك وانت تعبان فيه علشان تحس بقيمته. الايام اللي جاية دي عندك فرحة وعندك خبر حلو وعندك انتصار بإذن الله. برج العذراء مقدم على وظيفة او مقدم على شغل حاجة معينة، او مقدم على مسابقة الله اعلم، مقدم على حاجة حلوة، عندك خبر حلو بإذن الله يفرحك، وعندك انطلاقة مختلفة عن غير كل الانطلاقات، ممكن يكون الانطلاقة دي سفر، نقلة جديدة. بص يا برج العذراء، انت بدأت تفقد الثقة في الناس من كل اللي حصل لك في حياتك، من كل اللي حصل لك بدأت تفقد الثقة في الناس. عندك اول 10 ايام خبر حلو، تاني 10 ايام عندك رحلة وعندك عزومة، وعندك كذا حاجة معينة، بلاش من وقت للتاني تحس ان انت متكتف ومتربط وعندك مشاكل كتير. عايزاك تفوق لنفسك ان انت عندك نصر على الاعداء وعندك حاجة حلوة، ويبقى عندك استعداد لحياتك، كل ما يواجهك في حياتك الفترة اللي جاية هيبقى عندك استعداد ليه، هيبقى هتعرف ازاي تتعامل مع الاخرين وتتعامل مع الناس اللي انت اللي هم اللي انت متأمن لهم. هتبدأ تكتشف كل واحد على حقيقته، وهتبقى اقوى من الناس، يعني هتبقى قوي جدا بإذن الله، وهتبقى قدوة لنفسك، هتبقى قدوة لنفسك. حقك هيرجع، الندر ده اوف بيه، الفشل اللي انت فشلته في حياتك ده كله صدقني هتنجح وهتتغير، وهيبقى عندك امور حلوة بإذن الله بفضل ربنا. ايه الحاجة اللي انت خايف منها وعندك ألم يا برج العذراء؟ عندك ألم في حياتك وعندك توتر. طيب ايه الندر ده اللي عليك؟ اوفي بيه، اوفي بالندر ده، وفي نفس الوقت يعني ايه، مش هقولك صحح وجهة نظرك في الحياة، بس تحاول انت تحسن من تفكيرك اكتر واكتر. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ايه الحاجة اللي انت كلام بتفكر فيها كتير هيتقال في حياتكم، الحاجة اللي انت بتفكر فيها الحياة العاطفية هتكون كتاب حيران مفتوح حيران، لان الوضع اللي انت فيه حاليا وضع هيكون الكوكب مكتمل عندكم، وطول ما الكوكب مكتمل طول ما الحياة العاطفية هيبقى فيها تحسن وهيبقى فيها خروج من الهم اللي انت فيه حاليا. بس انتم متراقبين من حد لكم علاقة بيه، متراقبين منه، عايز يتكلم معاكم، عايز يفتح مواضيع معاكم، مراقبكم على جميع الاسرة، دي حاجة مقلقاكم شوية، حاجة مخوفاكم شوية، في شخص هيكون واضح معاكم الفترة دي وهيفتح معاكم اكتر من الموضوع، علشان هو حاسس اتجاهكم احاسيس وهيبقى فيه كلام كتير.
كمان البعض منكم عنده نقط على الحروف هيحطها، بس في حاجه مسببه لكم الوجع اللي جواكم ده، مسببه لكم الحزن اللي انتوا فيه حاليا. انتوا خايفين من بكره رغم ان انتوا يعني مش عارفين تفكروا ازاي حاليا، مش عارفين تبداوا ازاي، في قلق وفي حيره وفي خوف، في حزن مؤثر عليكم. لكن الفتره اللي جايه دي هيبقى في حظ حلو، في طاقه جديده. الطيبه عندكم، في طيبتكم في الم، في طيبتكم في خيب امل من ناس معينه في حياتكم، او انتوا عندكم افكار مسيطره عليكم لازم تطلعوا منها، ولازم تبعدوا عن اي فكره مأثره عليكم، لان انتوا عندكم بدايه جديده، والبدايه الجديده دي انتوا اللي هتاخدوا فيها القرار. في خطوط او في احداث انتوا رسمينها، حاولوا تستغلوا الفرص اللي هتكون على جميع الاصعد عندكم، لان عندكم تحقيق حلم، تحقيق حاجة جديدة، في طاقة قديمة، انتوا طاقة جديدة، انتوا طالعين السلم والسلم قدامكم مفتوح، وعشان كده هتلاقوا مشاركة كلام، مشاركة أخبار، مشاركة أمور جديدة، والأمور دي هتفرحكم أوي، لأن على جميع الأصعد هيكون في تحسن حلو. انتوا خلاص قررتوا إن انتوا تبعدوا عن أي حد ممكن يأذيكم، عندكم خروج واحدة مش كويسة، الست دي مش يعني الست دي هتخرج من حياتكم. الست دي هتمشي فعلا، طرف تاني هيخرج او حد بيأذي فيكم، لان عندكم تغيير عتبة، تغيير سكن، تغيير مكان، في حد عمال يفكر فيكم، ممكن يكون الشريك عمال يفكر فيكم، حيران جدا، زعلان جدا عليكم، لان ممكن يكون سابكم بعد عنكم الله اعلم. لكن الحظ هيبدأ عندكم بحلول كتيرة جدا، وهتكونوا مبسوطين، لان هيكون في راحة نفسية قوي الفترة دي، او اعمالكم هتبدأ تتحسن، اعمالكم هتبدأ تتخطوا جميع المشاكل، فلازم تستغلوا الطاقة بتاعتكم، لان الطاقة بتاعتكم دي اللي متوزعة عليكم هتبقى تحسين على جميع الاصعد بتاعتكم. عندكم فترة مميزة، فترة مليئة بالانفراجات، فترة مليئة بالرضا، فترة مليئة بتحقيق المشاريع عندكم، انتوا بتسعوا والسعي ده جميل جدا ليكم. كمان في حد هنا هيقدم لكم مساعدة، والحد ده هيكون قريب منكم، ومن خلال مساعدته هتحققوا انجاز كبير، او هيبقى في تسهيل في ورق السفر، تسهيل في ورق انتم قلقين منه، في امور حلوة، بس انتم منتظرين كلام، منتظرين حاجة معينة بقالكم مدة، والحاجة اللي منتظرينها دي انتم عندكم استعداد تعملوا حاجات كتيرة من اجل ان انتم توصلوا للحلم بتاعكم. فدايما اقول بلاش القلق، وبلاش الحيرة، وبلاش الخوف من بكرة، كونوا دايما على ثقة، لان القادم ليكم هو خير فقط لا غير. كمان انتم هنا على يقين بان ربنا هينهي قصص كتيرة في حياتكم، وهيبدأ لكم حاجات جديدة، في خير وفي ايام جميلة هتتوزع على جميعكم ان شاء الله بإذن الله. انتم اتخذلتوا من ناس كتيرة جدا، والناس اللي اتخذلتوا منها دي كنتم مقدمين لها غير الحلو بس، يعني ما قدمتوا لهاش حاجة شر تعمل كده. انتوا حاليا مستنيين فلوس، او عليكم فلوس، او عليكم دين، عليكم حاجه تخص الفلوس، عايزين تتكلموا، عايزين تفتحوا، عليكم حاجه عايزين تفتحوها الله اعلم. لكن عندكم شويه اوجاع، ده من الحسد الشديد، صداع مستمر، قولون عصبي، ضغوط نفسيه، والبعض منكم عنده اكتئاب. الاكتئاب ده من حاجات كتيره جدا على جميع الاوضاع بتاعته، فاعصابكم فورا لازم تكون هاديه، واموركم تكون مستجده. عندكم اتنين مش كويسين خالص طول الوقت، طول الوقت عندهم طول الوقت بيحطوا عينهم عليكم، طول الوقت عايزين يأذوكم، وعشان كده انتوا في فترة قلق، في فترة حيرة، في فترة خوف، في فترة ركود تاما لأعصابكم، لحياتكم، لأموركم، لحاجات عندكم. عندكم علاقة نرجسية، والعلاقة النرجسية دي شخص كذاب، شخص منافق، شخص متعدد العلاقات، انتوا حاليا معاه، فياريت تخلوا بالكم منه، لان هو بيحاول يأذيكم، او هو اصلا بيأذيكم، اذي مشاعركم، اذي قلبكم، وانتوا مش عاجبكم قلبكم.
للناس اللي متجوزين، حاولوا تهدوا اللعب شوية. لو عندكم علاقة تانية انهوها، لو عندكم حد بيدخل حياتكم عشان يوقع بينكم ويخرب حياتكم ابعدوا عنه، هدوا اللعب شوية مع الشريك عشان خاطر الشريك قلبه طيب جدا بس عنده مشاكل كتير، عنده ضغط نفسي وانتوا ما تعلموش الغيب، محدش يعلم الغيب. عندك فلوس جايالك يا برج العذراء، مال جايلك في حياتك، الصحة هتتحسن، حياتك العاطفية عندك نقلة جديدة وعندك قلب مفتوح، هتتحسن في حياتك العاطفية. لو برج العذراء عايز اقولك على حاجة، لو انت عندك تعرف على حد على السوشيال ميديا ابعد عنه، ابعد عنه، اوعى تأمن لحد من السوشيال ميديا يا برج العذراء، اوعى تأمن. عندك قرار خدته، عندك قرار خدته، لإما القرار ده قرار انفصال تمام، لإما قرار خطأ في حياتك خدته وندمان. عندك قرار خدته في حياتك وندمان. طيب برج العذراء، السماء هتمطلك رزق، السماء هتمطلك رزق، بس اهدى وهدأ أعصابك، اهدى وهدأ أعصابك. طيب ايه الهدف اللي عندك؟ ايه الهدف اللي عندك وحطه قدامك كده، ويعني ايه هدف حطه قدامك كده، يعني ايه عايز توصله؟ يعني انت ممكن تكون طلعت السلم، فضلك سلم واحدة وتوصل ايه لهدفك، صح يا برج العذراء؟ للناس المنفصلين وبتسأل، احنا عندنا رجوع، عندنا حاجة الله اعلم، بس احب ابشركم ان حياتكم العاطفية هتتحسن، لإما بعلاقة جديدة، لإما بالرجوع أو بحاجة معينة هتحصل عندكم، حياتكم العاطفية هتتحسن وهيبقى عندكم تحسن في حياتك، عندكم ناس كتيرة جدا بتدخل حياتكم وبتطلع، المشاكل الكتير دي اللي حصلت في حياتكم، المشاكل الكتير اللي حصلت في حياتكم بإذن الله عندك تحسن في حياتك بالكامل. مين الشخص اللي انت فقدته وندمان عليه؟ يعني حد توفى، حد بعد عنك، الله اعلم، بس في ندم عندك كبير جدا، او بتقول لو الشخص ده كان موجود ما كانش حياتنا بقيت حياتنا كده. احب اقول لك ان الحاجه اللي شغله بالك وشغله تفكيرك وعايز تعملها وحد عندك رافضها، صدقني هتعملها باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. عندك تحسين وضع، تحسين حال، تحسين نفسية، تحسين تغيير، عندك طاقة إيجابية، انت صبور وصبرت كتير وتألمت كتير، بس ربك هيكرمك وهيحسن من أمورك وهيحسن من تصرفاتك. عندك كذا حاجة هتتحل، كذا انطلاقة جديدة، شفاء أطفال، شفاء الناس عندك في حياتك، عندك أمور حلوة جدا جدا يا برج العذراء الفترة اللي جاية. أتمنى لك الخير، أتمنى لك الرزق والتفاؤل والفرحة وكل ما هو جميل من أجل عيونك ومن أجل حياتك. صدقني البيبان اللي اتقفلت في وشك كلها الفترة اللي جاية تتفتح تاني، البيبان اللي هي حصلت عندك مشاكل فيها ما بين الأهل وما بين الناس، صدقني حياتك هتتحسن، حياتك العاطفية عندك انتصار بحب حياتك او انتصار بفرحة او انتصار بقدوة في حياتك، عندك انتصار بمستقبلك اللي جاي بإذن الله، عندك تحسن في وضعك المادي بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. أتمنى لك كل ما هو جميل في الحياة يا برج العذراء من أجل حياتك ومن أجل عيونك. تحياتي ليك، طبعا ما تبخلش عليا باللايك وما تبخلش عليا بالتعليق الجميل اللي بتكتبه لي، ربنا إن شاء الله بإذن الله يكرمكم ويسعدكم ويريح بالكم.